يا شيخ، لو إنسان حلف نذر بنذر محرم، فهل يجب أن ينفي هذا النذر؟ نذر إيش؟ أو يفعل شيء محرم، فهل يجب أن ينفي هذا النذر أم لا؟ هل يجب أن ينفي هذا النذر أم لا؟ لا، إذا نذر فعل شيء محرم حرم أن ينفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو نذر أن لا يكلم عمه مثلا فالنذر حرام، وعليه أن يكلم عمه وأن يطعم 10 مساكين. ولو نذر أن لا يصلي مع الجماعة فعليه أن يصلي ويطعم 10 مساكين. فمن نذر فعل شيء محرم سواء ترك واجب أو انتهاك معصية فإنه لا يوفي به، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم.